ليس الحج فريضة وحسب، هو موسم ترافقه طقوس دينية وعادات موروثة تدفع بعض المهن نحو الازدهار موسميا. تزدحم المحلات في مناطق شعبية عدة لشراء الحاجات الضرورية لأداء مناسك الحج من ملابس ومقتنيات ضرورية. الحج يعني الواحد بده يعوز كل شيء لله يشوفه ببيت الله يشوفه مستر، بدنا الحجاب الأبيض، بدنا العباية اللي تحت منها البنطلون، العباية البيضة، بدنا العباية السوداء، نعوز نشتري أكيد الصابون اللي ما فيه عطر. فالزي المفروض لا يتوفر في المتاجر التقليدية، إذ له قواعد شرعية لا تكون في الملابس العادية، لذا تعج المتاجر الخاصة بزبائن يسألون عن حاجاتهم يعرفها البعض، وآخرون يعتمدون على خبرة البائعين ومعرفتهم بتفاصيل هذه الفريضة ومراحلها. قبل أداء فريضة الحج كما بعدها، طقوس تفرضها ممارسات وشعائر خاصة تلائم هذه المناسبة وتحتفي بها. من يعود حاجا من الأراضي المقدسة عليه أن يستقبل المهنئين بعودته حاملا معه تذكارات ذات طابع ديني كالمسابح والمصاحف والبخور وضيافة من ماء زمزم وأنواعا شتى من التمور. ولأن السفر ترافقه مشقات، يختصر البعض المهمة فيشتري حاجاته من محلات مخصصة. هلا بالحج شو بيحتاج الحج؟ من مثل ما يقولوا من البابوج للطربوش، كل شيء يعني من ألبسة، من أدوات بيستخدمها هونيك، من هدايا بس يرجع بياخذها من عنا كمان، من تمور، من زينة بس يروح الحج بيجي أولاده أو أهله بياخذوا جيرانه بياخذوا له زينة. زينة كمان بتتقسم لعدة أقسام، منها شيء إنارة ومنها شيء تعليق، شيء يافطات، شيء شغلات ممكن باسمه للحاج بتنعمل. وتقضي تقاليد استقبال الحجاج بتزيين منزل الحاج والمبنى الذي يقيم فيه، فتسبق المصابيح وسعف النخيل العائدة من بيت الله بثوبه الأبيض. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.